سليم يونس، حضرتك ناشط بيئي، صار لك 7 سنين تشتغل بهذا المجال. من 7 سنين لهلا شو قدرت تتغير بالمجتمع يلي انت عايش فيه، ووعي الناس حقيقة عم يزيد بهذا الخصوص او لا؟ عبر السنوات اللي عم بشتغل فيها بمجال فرز النفايات وإعادة تدويرها، غيرت يمكن آلاف الأشخاص طريقة تفكيرهم، لأنه نحن دائما في عنا تفكير نمطي تجاه البيئة هو الاستهتار، إنه ما حدا بيهتم بهذا السلوك، لأنه أنت عم تغير سلوك شخص، تمام. يعني كل شغلة بده يستعملها بده يعرف وين بده يحطها، مش مثل قبل إنه بنحطهم كلهم بكيس واحد ونروح منكبهم وبنحط نحن ميات المكبات في بلبنان، يعني تقريبا يمكن 960 مكب المحصيين هودي بشكل عشوائي بيولع تقريبا نصهم. فنحن غيرنا هيدي النظرية، انه لا، بدك تبلش من نفسك، من بيتك، من مؤسستك، من مدرستك، من جامعتك، بسميه الفرز من المصدر. فبهيدا المعلومات اللي دايما نعطيها اي شخص، انه انت الحل ببلش عندك، تلقائيا بتغير سلوكه. هلا البدايه اكيد كان لما بيحس بالمسؤولية ايه، أصلاً. طبعا بحس بمسؤوليته، لانه نحن بظل غياب القوانين الرادعه، ما في عندنا قوانين مثل اوروبا انه بنفرض فرز النفايات 5 6 اصناف. فنحن بدنا نصير نجي نشتغل كناشطين على الارض، تواصل مباشر مع العالم، انه تمام. بطريقه كثير سهله، يعني ما فيها صعوبه بالمره. واهم شيء الاستدامه بهذا المشروع، يعني ما نحكي احنا نظريات وراح بعدها نقول خلص انتهت المهمة. نعم. اللي بده يفرز بدك تاخذ المواد من عنده وترجع تعملي له اعادة فرز ثاني مرة، لا تاخذيها تعود كمان تبعتيها على المصانع. يمكن هلا هي الفترة الأنسب للواحد يهتم بالبيئة وبكل شيء حواليه، خصوصي إنه كل فترة بنط لنا فيروس صحيح. من جهة. يمكن النظافة والبيئة اللي حوالينا هي من أكثر المسببات، ما أو بتكون عوامل مساعدة ليزيد طبعا، تزيد الخطورة. طبعا لانه كمان نسبة الاستهلاك عم بزيد بشكل كتير كبير، لأنه المصانع عم بيتفننوا بإنتاج البلاستيك والنايلون والأشياء كتير إضافية، فهذا كله بالنهاية بده يزيد كمية النفايات. يعني إذا نحن ما دركنا الوضع، يعني بلبنان تقريبا ما معدل 7000 طن بالنهار بينتج لبنان، يعني تخيل 7000 نعم. طن